طلاب، في هذا الفيديو راح نتعرف على السيلز اوف لينفاتيك سيستم، الخلايا المكونة للجهاز اللمفاوي. بالحقيقة في الفيديوهات السابقة تعرفنا على الكومبوننتس اوف لينفاتيك سيستم، مكونات هذا الجهاز اللمفاوي. ذكرنا انه يتكون من سيلز تيشوز اند اورجانز، بالاضافة الى السيلز والتيشوز والاورجانز ايضا مكون من اللمفاتيك فيزلز اللي هي الاوعية اللمفاوية، لمفاتيك كابيلاريز أوعية شعرية لمفاوية، اللي بالحقيقة هذول الفيزلز يحملون بداخلهم الفلويد أطلق عليه اللمف، اللي هو بالحقيقة سائل يكون تقريبا يلوش ان كلر، derived from blood، هذا مشتق أو جاي من البلد، من البلد بالحقيقة، لكن مكوناته بالدرجة الأساس هو عبارة عن white blood cells فقط. تمام. وتطرقنا أيضا إلى الليمفاتيك تيشوز، الأنسجة الليمفاوية، وذكرنا الديفيجن مالتها انه بيها تو ديفيجن، قسمين، مرة قسمنا الليمفاتيك تيشو انتو برايمري اند سكندري ليمفويد تيشو، ومرة الثانية قسمناها الى ديفيوز اند نودولار ليمفاتيك تيشو اللي هي الديفيوز المنتشر او الأنسجة الليمفاوية المبعثرة او المنتشرة، والنودولار اللي تكون بشكل نودولز، عقد الى حدود وحدود واضحة ومميزة. تمام. بهذا الفيديو مثل ما ذكرت لك راح اتعرف على السيلز المكونة هالمرة. السيلز بالنسبة للسيلز المكونة للليمفاتيك سيستم هي عبارة عن ليمفوسايت اند فارياس سبورتنج سيلز. الخلايا الرئيسية المكونة لهذا السيستم هي الليمفوسايت، فالليمفوسايت تعتبر المجر اور تشيف سيلز، خلايا رئيسية مكونة لهذا السيستم. يعني الفانكشن اللي يقوم به هذا السيستم الليمفاتيك تعود الى هذه الخلايا الليمفوسايت. بالاضافه لللمفوسايت ايضا اكو وياها سبورتنج سيلز، اكو خلايا سانده تساعدها للقيام بوظيفتها اللي هي وظيفه الليمفوسايت اللي هي رياكت تو ذا بريزنس اوف انتيجين. رياكت تو ذا بريزنس اوف انتيجين يعني هي تتفاعل في حال وجود انتيجين اور هارمفول سبستانس، أو وجود أي مادة مؤذية ممكن تدخل إلى أجسامنا. تمام. فهي راح تدافع عن أجسامنا عن طريق تفاعلها ويا المادة أو الجسم الغريب اللي راح يدخل إلى أجسامنا، وياها تساعدها السبورتنج سيلز. طبعا الليمفوسايت والسبورتنج سيلز مثل ما ذكرت لك سابقا هي عبارة عن وايت بلود سيل. وظيفة السبورتينج سيل، وظيفة هذه الخلايا الساندة، هذه الخلايا الساندة شنو تسوي؟ هاي play important roles in the presentation of antigen to lymphocyte. هاي شو تسوي؟ هاي تلزم الانتيجين او الهارمفول سبستانس، تمسكها للمادة الغريبة او الجسم الغريب، وين توديها؟ وين توديها؟ تاخذها تجيبها الى من تسلمها، تسلمها لللمفوسايت. اذا هي فقط وظيفتها تقدم الانتيجين او الهارمفول سبستانس، تمسكها تلزمها وين تودي؟ تودي الى اللمفوسايت. اللمفوسايت شنو راح يسوي له؟ يسوي له ديستراكشن، زين، تحاول تحوطه، تحيط به وتدمره او تحطمه. زين. السبورتنج سيلز اللي هي الخلايا السانده تشمل شنو؟ تشمل المونوسايت، ماكروفاج، نيتروفيل، بازوفيل، ازينوفيل. هذه الخلايا كلها اسميها سبورتنج سانده. بالحقيقه بعض هذه الانواع تطرقنا لها بالكورس الاول، وايضا شفت شفت الشيب مالتها بالمايكروسكوب. بالنسبة للليمفوسايت على اعتبارها التشيف سيلز اوف ليمفاتيك سيستم، راح ناخذ التايب مالتها ونتعرف عليها بشيء من التفصيل. الليمفوسايت طبعا بيها تايبس، بيها 3 تايبس تقريبا، اللي هي تي ليمفوسايت، بي ليمفوسايت، اند ناتشرال كيلر سيلز. اذا ايش كم نوع عندي؟ 3، 3 انواع، تي والبي والناتشرال كيلر سيلز. هذول السيلز
شنو بيهم؟ أول شيء ألاحظ التيلمفوسايت they originate in bone marrow. بالحقيقة يا شباب كل السيلز المكونة للليمفاتيك سيستم generated from stem cells in bone marrow. كل الخلايا المكونة للجهاز اللمفاوي تنشأ أو تتكون من خلايا جذعية متخصصة موجودة ضمن البون مارو، تمام؟ فكلها منشأها البون مارو، كلها منشأها نخاع العظم، تحديدا من الستيم سيلز اللي هي خلايا جذعية موجودة ضمن البون مارو. فأول شيء عندي التي لينفوسايت، هذه أورجينيت المنشأ مالتها عرفته إن بون مارو، لكن and differentiate in the thymus. بعد ما نشأت الليمفوسايت، بعد ما نشأ هذا النوع من الخلايا اللمفاوية بالبون مارو، يحتاج انه يصير له differentiate، يحتاج الى انه الخلايا اللمفاوية بعد ما تكونت بالبون مارو يحتاج لها انه يصير لها differentiate، تتمايز. شنو يعني تتمايز؟ يعني تتحول الى مجر لمفوسايت، عفوا مجر لمفوسايت، خلايا ناضجة يعني تقوم بوظيفتها الأساسية اللي هي الديفنس. إذا وين يصير لها الديفرنشيت هاي الليمفوسايت، هذا النوع من الليمفوسايت؟ بالثايموس، الغدة اللي هي قلت لك superior the heart، تكون أعلى القلب، تمام؟ فلذلك أنا سميتها تي، ليش؟ من المكان اللي يصير لها بي differentiation بالثايموس، سميتها تي ليمفوسايت. هذه النسبة، طبعا هذه الخلايا تشكل تقريبا النسبة مالتها 65-75% of total lymphocyte. إذن أنا سميتها تي من المكان اللي صار بي differentiation. طبعا الثايموس يعتبر، الثايموس البون مارو يعتبرون primary lymphatic tissue، أنسجة لمفاوية بدائية اللي يحصل بها originate and أو اللي يحصل بها generate and differentiate of lymphocyte. عرفت المكان أو اللي هي من الأنسجة اللي يحصل بها تكوين الخلايا وتمايزها، نطلق عليها برايمري ليمفويد تيشو اللي هي الثايموس والبون مارو. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو البي ليمفوسايت، هذه الخلايا أشوفها أورجينيت أند ماتشر إن بون مارو. هذا النوع من الليمفوسايت ينشأ بالبون مارو، ينشأ من النخاع العظم، وأيضا الديفرنشيت مالته هذا النوع من الخلايا الليمفاوية أو هذا الليمفوسايت نشأت بالبون مارو، وين يصير لها ديفرنشيت وان تتحول الى ماتشر يعني تصبح بي لمفوسايت؟ ايضا بنفس المكان بالبون مارو. لذلك انا سميتها بي من المكان اللي صار بيها ديفرنشيت اللي هو بنفس الموضع اللي نشأت بي اللي هو البون مارو. بعد ما نشأت وتمايزت وتخصصت خمو تبقى بالبون مارو، خمو تبقى بنفس المكان؟ لا، لازم وين تروح؟ تروح الفد مكان معين بحيث تؤدي وظيفتها الدفاعية، تقوم بالفايتنج انفكشن، يعني تمسك الانتيجينات تحاول تقضي عليها. اذا هي بعد ما تكونت وتمايزت كاريد باي ذا بلاد، البلاد راح وين يحملها؟ يحملها تو سكندري ليمفويد اورجانز، راح يوديها الى الاعضاء الليمفاوية الثانوية. السكندري lymphoid organs are the tissues in which immune response initiated. السكندري هذه الأعضاء الليمفاوية الثانوية هي الأعضاء اللي يتم بها عملية الإميون ريسبونس، الاستجابة المناعية. شنو أقصد بالاستجابة المناعية؟ أقصد بالاستجابة المناعية إنه الأنتيجين brings together with lymphocyte. استجابة مناعية يعني إنه الخلايا الليمفاوية، الخلايا الليمفاوية بهذه الأعضاء إيش راح يصير لها؟ راح يصير لها bind with antigen، أو إنه الأنتيجين إذا متواجد عندي فد أنتيجين معين أو harmful substance أو أي مادة مؤذية للجسم، فيروس معين، بكتيريا معينة، أي ميكروب معين، فالإميون ريسبونس الاستجابة المناعية إنه الأنتيجين بند وذ الليمفوسايت، الأنتيجين راح يرتبط ويا الليمفوسايت، والليمفوسايت راح تأدي دورها على هذا الجسم الغريب، تحوطه مثل ما قلت لك وتحاول تسوي له ديستراكشن، تحطمه. إيش قد نسبتها هاي؟ النسبة مالتها 5-10%. النسبة مالتها تلاحظها. النوع الأخير اللي هو NK cells natural killer lymphocytes، هاي هذا النوع من الخلايا الليمفاوية بطبيعته نسميه خلايا بطبيعتها تكون قاتلة. شنو يعني بطبيعتها قاتلة؟ تلاحظ وياي هاي الخلايا are specialized to kill certain type of target cell. تلاحظ وياي شباب هاي هي الخلايا خلال مراحل تكوينها،
خلال تكوينها بالبون مارو أثناء تكوينها، هذه الخلايا تكون مخصصة للقيام بوظيفة معينة أثناء مراحل تكوينها بالبون مارو، مخصصة لأداء وظيفة معينة. وظيفتها هي شنو؟ وظيفتها recognize transformed cells، وظيفتها أنه تقوم بمن تقوم بتحطيم أو القضاء على transformed cells، الخلايا المتحولة مثلا الفيروس، الخلايا المصابة بفيروس معين، tumor cells مثلا الخلايا اللي صاير بها tumor ورم، عرفت؟ إذن هي هاي من أصلها، من أصل تكوينها خلال مراحل تكوينها، هي مبرمجة، يسموها genetically programmed، هي مبرمجة للقيام بوظيفة معينة، هي هاي نشأت لقيامها بوظيفة انه تميز recognize transformed cell، خلايا متحولة، شكل خلية متحولة بالجسم، يعني مصابة بفيروس معين، بتيومر صاير بها ورم، تقوم بالقضاء عليها. بالحقيقة هذا شباب، هذا رسم توضيحي يوضح لك الـ types of lymphocytes. لاحظ الـ BT lymphocyte natural killer، الـ supporting cell اللي هي الأزينوفيل، نيتروفيل، بازوفيل، كل وحدة الشيب مالتها، وتشوف النيوكلياس بداخلها، شوف الشيب of nucleus، شكل النواة تلاحظه هنا شلون يكون بالـ types of lymphocytes. بالـ supporting cell شوف شكل النيوكلياس يكون بشكل lobes، واللوبز متغيرة بالنمبر مالتها، بالعدد تكون مختلفة.